السلام عليكم. في إطار القصص الإخبارية التي ننشرها على صفحة موقع M99 والتي تتناول مواضيع لها علاقة بالجالية المغربية والمغاربة العالقين هنا وهناك نظرا للوضع الصحي العالمي جراء وباء كورونا، فهناك أكثر من 27 ألف مغربي عالق في الخارج وخاصة أوروبا، فلكل واحد قصته. فبعد شهرين من الإقامة الجبرية في الخارج نظرا لقرار المغرب إغلاق حدوده البرية والبحرية والجوية، الشيء الذي أدى إلى ظهور أعراض أمراض نفسية قد تتحول إلى أمراض مزمنة، حالة من الحالات مع الدكتور المهدي طالب في بروكسل. ماشي أول واحد كنشوف من المغاربة العالقين كيجيو يعني كتار هنايا، والمشكل اللي كاين هو أنه افيك لو كونفينمون، بعد الكونفينمون اللي كاين هذا الحجر الصحي، وإضافة للحجر الصحي لفت أن المغاربة بعد على العائلة ديالهم يعني وبقوا محبوسين هنايا وباقي ما عندهمش واحد الأفق ديال يعني اش من حل غادي يكون واش من وقت غيمشيو، مازال ما يعني ما عارفينش متى يقدروا يرجعوا. كاين اللي عنده العائلة جلس عندها، كاين اللي العائلة تقلقات ما بغاتوش يبقى جالس لونطون، كاين اللي القنصلية تكلفت به ومشى للوطيل عطاوه لوطيل غراتويتمون عطاوه الماكلة وتكلفوا به حتى من الناحية الصحية. كاين واحد العدد، والأغلبية ديال المغاربة اللي شفت أنا هنايا في الكونسلتاسيون الأغلبية الساحقة ديالهم سي البروبليم دو ستريس، يعني كيجيو عندهم دي دولور حريق في المعدة في المصارن، فمي هذا الحريق عنده علاقة بهذا الظاهرة ديال الستريس اللي عندها علاقة بلا سيتوياسيون ديالهم ديال الحجر الصحي ولا سيتوياسيون سورتو ديال البعد ديالهم عن العائلة ديالهم وعلى أولادهم. يعني كاين مشكل كبير وكاين يعني ما هو كافي باش يعطي يعني أمراض عندها علاقة مباشرة بهذا الستريس هذا. معكم بوحرك زكريا من مدينة طنجة، من المغاربة الحاصلين في الديار البلجيكية. أنا النداء ديالي للدولة ديالنا المغربية وجلالة الملك محمد السادس رعاه الله، الطلب ديالي هو بأنني أنا حصلت في الدولة هذه لمدة شهرين وباغي نرجع عن بلادي، باغي نشوف الوالدين ديالي، وهادشي راه أثر عليا أنا بزاف نفسانيا. والمشكل اللي وقع لي هو أنا تمرت مصارن ديالي، أمعاء ديالي مرطولي، والحمد لله الدكتور مهدي طالب قام بالواجب وعطانا الأدوية، وحاليا باقي حنا في باقي مع الرعاية الدكتور ديالنا كيتبعنا وكيشوف لنا المرض ديالنا فين وصل، والمجهودات ديالو تشكر على هذا. والصراحة هي بأن ما ننساوش بأن الكونسولية المغربية دارت الواجب ديالها معنا، مسكننا في الوطيل موفرنا الأكل والشرب والحمد لله. وطلب ديالي اللي كنأكد عليه هو بأننا بغيت نرجع للبلاد ديالي بأقرب وقت، يفتحوا لنا الحدود ويعملوا معنا شي حل ضروري. هادشي اللي كاين جميع لو ستريس يقدر يعني يعطي مشاكل في الذات كامله. كاين لي جون اللي عندهم دي كورباتور في لودو، هذوك ما كيجيوش عندي بطبيعه الحال، ما انا اختصاصي في الجهاز الهضمي، تنشوف غير الناس اللي عندهم دي دولور في الاستوما، دي زولسير دو ستريس، دي دولور الحريق في المصارن، لا دياري. كاين ميم دي جون كي اون دي فوميسمون، ميم عندي دي جون واحد البيرسون عندها دي يعني كتقرع سون زاري، مي سي تقرع ماشي العادي، يعني داك تقرع غير الا فالير اي لو سور سي ان تيك اون فيت. Ça rentre dans ce qu'on appelle les TOC, c'est des renvois, c'est des éructations dans le cadre d'un TOC. Avec le TIC ou là, le TOC, ta voix psychologique lié le stress. Donc, je quand je trouve vraiment halat ktira. من غير هادشي في الاختصاصات الاخرين اللي انا تنقش مع دوت ميدسان يل فوا اوسي لا ميم شوز، راه هادشي ما كاينش غير عند المغاربه، راه حتى البلاجكا والناس كاملين هنايا في بلجيكا الكونفينمون ديجا دار واحد لو ستريس كبير. ولكن المغاربه اللي عالقين هنا عندهم مشكل زايد على الكونفينمون، غير الكونفينمون بانهم ما تيخرجوش وهادي ما عندهمش ما عارفينش راسهم امتى يرجعوا.